يتحملوا المسؤوليه هو رئيس المجلس البلدي، هو البداوي واتباعه. هذاك بوكماز هذاك رايضا اللي كان كيجي هنايا اللي سناو الصفقه كيجي يقول لنا سيدي هاد الشركه غادي تعطيكم وغادي تولوا انتم احسن ناس واحسن مدينه. داش ضحكوا علينا، جابوا واحد 40 طوبيس داروا العكر على الخنونه كي كنقولوا حنايا، صبغوا لنا واحد ديبو انت كتشوف الصباغه زرقاء، وجاو قالوا لنا راه هادشي اللي كاين ملي بدينا الخدمه حتى شي حاجه ما كاينه. كنا ملي كنا في الوكاله المستقله للنقل الحضاري كنا كنتخلصوا احسن من دابا. دابا زادتنا ماكينه، انا شيفور كنت كنسوق كنتخلص احسن من اللي وليت دابا. وليت كنسوق ونقطع ونراقب ما كاين والو، وليت كنشد والو ومرت من الفوق الناس من هنا محلتك هنا محلتك هنا. واش انا صايق ولا غنقابل عباد الله في التالي تجمع تعطيني والو؟ واش كاينه شي ماكينه ب 500 درهم حيدتي روسوفور ب 80000 جريتي عليه الشارع وجيتي انا عطيتيني 500 درهم؟ راه لا يعقل. وحشومه هادشي راه بزاف. وحنا وهاد الصفقه انا كنقولها من هاد المنبر، انا اكيد ان هاد الصفقه مغشوشه، هاد الصفقه فيها شي واحد واقف لينا فيها، وحنا راه ما متنازلينش لا اليوم ولا غدا. هاد المدينه دائما دائما وابدا ان حقوق العامل كتبقى هي اخر اهتمامات المسؤولين داخل هذه المدينه. وهذا ماشي اول مره كيحصل. في المحطه الحراريه راه 5000 عامل بعد ما تانكازوا في الكراو في في, في في الزواج الى غير ذلك تم التسريح ديالهم، وهذا الشيء نبهنا ليه. اليوم الدور كيجي على الناس ديال عمال النقل الاساسي، وهاد العمال اللي كيعرفهم الصغير والكبير في هذه المدينه لانهم الفناهم سنوات، هذه الفناهم اليوم ما يمكنش انهم يتم التسليم فيهم بهذه السهوله بهذه السهوله، وما يمكنش ان احنا كفاعلين حقوقيين على اننا نسمحوا في هاد الناس. اليوم غادي نعادي وكل من عاداهم سواء اداره او مسؤولين، غادي نمشيو معاهم في اطار النضال من اجل استرداد الحقوق ديالهم الى اخر، حتى نقولوا الله غالب حتى ما نبقاوش نقدروا، فهمتي؟ يعني هنا كاين تكالب حقير من طرف اشخاص معينين اللي دائما يكرهون المدينه، وملي كيكرهوا هذه المدينه كيكرهوا حتى الساكنه ديالها، وملي كيكرهوا الساكنه ديالها فبطبيعه الحال الساكنه ان العمال هاد العمال هادو راضين من الساكنه. اليوم كنعاود نجدد على اننا سوف نعادي من عادهم، وكنطالبوا من هاد المنبر هذا ومن هاد المكان هذا على ان جميع المسؤولين جميع من بيديهم الامر انهم يتدخلوا تدخلا عاجلا من اجل حمايه حقوق هاد الناس اللي افنوا زاره الشباب ديالهم وهما وعندهم واحد العلاقه وطيده بينهم وبين الساكنه ديال اسي، لان احنا جميعا الفناهم. فما غنعاودوش نرجعوا بالتاريخ، لان ما بغيناش تعاود لنا نفس الحاله تاع واحد يكب ليسانس على راسو، لان الحاله اللي سبقات راه هنا هذا المكان هذا مقر ديال الوكاله تما فين حرق السيد راسو. حنا ما تنعرفوش الاسباب والمسببات، ولكن راه حنا اول حق كندافعوا عليه كحقوق الانسان هو الحق في الحياه، والحق في الحياه هو اللي تيهمنا كاول حق كندافعوا عليه، وبالتالي ما نسمحوش بان التعاود كره، لان الامر خطير عندما يتعلق الامر بالصحه تاع واحد اللي فنا العمر ديالو في العمل في هذه الشركه، عندما يتعلق الامر ب من 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 انه كان موظف او مستخدم يولي انسان عاطل، مساله ما يثيرني وما يثير غضب ديالي وغضب المنظمه ديالنا اللي هي المنظمه الحقوقيه المرصد المغربي، هو ان وصلتني اخبار بالدلال والحجج على ان احد الموظفين ملي مشى يتعالج ومشى لصينه كيلقى ماتت لي بنيته في بين يديه، يعني ما لقى ما عندوش حق في العلاج، يعني التغطية الصحية غائبة تماما. إذا هذا تا هو المسألة اللي هي خطيرة جدا، وما عرفتش أنا علاش تم السكوت على هذه الحويجات من على هذه المسائل من طرف الناس المسؤولة بجميع المؤسسات المتداخلة. بدات الشركة العمل ديالها الفعلي ولكن بدون حافلات، بداوا بالحافلات ديال الوكالة. الفلوس ديال الوكالة تهزت في القراطن. بالمازوت ديال الوكالة، بفلوس ديال بالحافل ديال الوكالة، بالتيكيت ديال الوكالة. بغينا نعرفوا المعال ديال ديك الفلوس ديال داك الشهر فين مشات. ثانيا هاد الناس هادو ما التزموش بمقتضيات ديال دفتر التحملات، وكاين واحد لجنه التتبع اللي هي الوظيفه ديالها هي انها تتبع المراحل ديال تطبيق المقتضيات ديال دفتر التحملات. هاد لجنه التتبع هادي كتتبع غير المراحل ديال تاخذ الفلوس ديال هذيك ديال هذيك العمل اللي كدير. العمل اللي كدير هو انها مشاركه في لجنه التتبع في الاوراق، اما العمل الفعلي ما كاينش، ما كاين لا رئيس جماعه لا مستشارين لجنه التتبع. خروجنا في هذه الظرفيه هذه ديال هاد كورونا هذه
راه ماشي الخاطر، راه حنا مضطرين، هذه حقوق راه منهوبه ومسلوبه، وراه لا يمكن اننا نبقاو جالسين وتنستناو حلول من عند الناس اللي هي مختصه على خاطرهم هما وبشويه عليهم وربما مسوقيناش كاع. لهذا انا تنقول راه حنا مستمرين في هذا النضال هذا الى ان نحقق ما تنتخاو من هذه الوقفه هذه، وراه حنا مستمرين باذن الله وبكل الاشكال النضاليه ابتداء من دابا والامام. هاد الناس تملصت منهم الاداره كما تملص منهم المجلس البلدي لانه قام بالصفقه. المجلس البلدي هو اللي يتحمل المسؤوليه. هذا الرئيس المجلس البلدي راه ماشي المكان تاعو ذلك المكتب الوتير اللي مريح فيه. المكتب تاعو يجي عند الناس يتصنت لهم ويسمع لهم. ماشي مشى هو المستشارين وقعوا الصفقه وما عرفناش شنو الحيثيات ديولها وهاد الناس متضررين. لذلك فاول مسؤول وكيتحمل المسؤوليه هو رئيس المجلس البلدي. يجي عند الناس يتصنت لهم يسمع لهم ويعرف شنو هو المشكل تاعهم ويرفعوا للجهات المسؤوله. وكما ورد على لسانهم انهم وزاره الداخليه مسؤوله عليهم. حتى هي خصها انها تحاول تعرف مشاكل هاد الناس وتقوم بالحل ديالها. هاد الناس ما كيطلبوا حتى حاجه، كيطلبوا بحقوق مشروعه، كتمثل في انهم اعتراف بهم، الاعتراف بهم، كتمثل في الترقيه، كتمثل في التغطيه الصحيه، كتمثل في جميع حقوق المواطنه. كيف انك تطلب منهم يكونوا مواطنين وما عندهمش حقوق المواطنه؟ حق المواطنه هو حق العيش كريم. ما يمكنش ليا نكون انا مواطن ما عنديش حق العيش كريم، لانهم اغلبيه وكانوا مواطنين في زمن كورونا، كلهم ساهموا باقتطاع نصف الاجر ديالهم في زمن كورونا. فكيف يعقل بانهم يجي في اخر المطاف وكيتملص منهم الشركه وكتمدهم من واحد لواحد؟ لذلك بغينا نعرفوا شكون المتورط الاساسي في هذا المشكل، وشكون هما الناس اللي انهم كيتلكؤوا في حل المشاكل ديالهم العالقه. وحنا كمركز وطني للمصاحبه القانونيه وحقوق الانسان غنبقاو ضامنين معاهم ومساندينهم في المطالب تاعهم المشروعه حتى تحقيق هذه المطالب. ولا مطلب صغير تحقق لينا، والمطالب راهم ربعه معروفين، وهي التغطيه الصحيه اللي هي كنوبس للحد الان كيقطعوا لينا هاد الناس وما كنستافدوش، ولادنا ولا حنا ولا عيالاتنا كلشي مريض. انا من واحد منهم عندي مرض مزمن ما كنستافدش. هنا لا سي ان اس اس راه ما ندفعوش ليها وما عمرنا غندفعوا ليها حتى ناخذوا ديالنا من كنوبس. الزياده اللي عطات الدوله اللي انطبقت على رئيس حكومه وسطر عليها وكاش عليها راه باقي ما استفدناش منها. وبعض القطاعات في النقل الحضاري اللي هو تفوتت لا في الدار البيضاء ولا في مكناس ولا في قنيطره استفدوا منها. النقل الحضاري تدبير مفوض حالنا بحالهم، استفدوا من الزياده. هذا السيد هذا النصراني اللي استعمرنا قال لك اودي لا انتم ما عندكمش الحق فيها، انا اللي كنعطي هاد الناس، الحكومه ما كتعطيش. هذا راه استعمرنا قال لك الحكومه ما عندوش هو فيها، المصداقيه ديال الحكومه طاحت بعدا في النظر ديالنا احنا العمال. زياده على السلاليم اللي صادقت عليها المجلس في دفتر التحملات واللي وافقت عليها الداخليه حتى هي باقي ما سخديناهاش ولا سلم. راه حنا والمصيبه الكحلوه هي احنا نفس السلم خمسه. فين هي لجنه التتبع؟ فين هو رئيس الجماعه؟ فين هي العماله؟ فين هي الداخليه؟ شكون اللي غيحمينا حنا كعمال الا ما حموناش هاد الناس؟ حنا الا كان هذا السيد مستثمر حنا مستعدين اننا نتعاونوا معاه، ولكن هذا السيد راه مستعمر، ولا كان مستعمر حنا راه ما كاينه المقاومه، والمقاومه الى ما لا نهايه حتى تحققوا المطالب ديالنا.